السلام عليكم. أفادت مصالح الأرصاد الجوية بقدوم اضطراب جوي ناشط الفعالية محمل بأمطار غزيرة بداية من يوم الاثنين، وحسب ذات المصالح فإن كمية الأمطار المرتقبة تكون معتبرة محليا وتتعدى 50 ملم محليا على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد، مشيرة إلى أن الاضطراب الجوي سيكون من ضعيف إلى متوسط النشاط محمل بأمطار متفرقة تمس المناطق الغربية والوسطى والشرقية وخاصة الداخلية منها، كما سيكون تساقط الأمطار أكثر غزارة صبيحة الثلاثاء بكميات جد معتبرة تتراوح بين 30 و 50 ملم محليا. أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي كل من الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدا، وكذا جيجل، تيبازا، البوليدة، المدية، الجلفة، المسيلة، باتنا، سطيفة، برج بوعريريج، البويرة، شلفة، تيارة، غليزانة، وكذا ولاية سعيدة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.